شوكو، شو اخباركم؟ معكم حسين من قناه العاب الكترونيه، واليوم جيناكم بفيديو جديد من العاب الرعب. واليوم معانا لعبه ريدي تو ران 2، هذا الجزء الثاني. الجزء الاول شويه مو حلو، الجزء الثاني احلى. ولي يسأل ليش صوتك بيصدى؟ اشتريت مايك جديد، هذا المايك ب15,000 من بغداد. اوكي، اليوم راح نلعب هاي اللعبة، وهي لعبة زومبي تقاتلهم بالاسلحة. هسه كما تشوفون ستون اشتري سلاح مسدس والشوتجن على شكل مسدس. قبل ما نبدي الجلد، حط لنا لايك واشترك بالقناة وفعل الجرس، لأن هالأيام اليوتيوب قام يسوي خلل ويسوي القنوات المشترك بيها ما فعل الجرس، فتتأكد. أوكي نبدي. أو ماي جاد، ماي مادر، ماي مادر، انت فادر. بدل لعبك، ما في شيء. وين عادنا للطلق؟ اي هذا طلق. هلا اوكي نجي لدهم جلدا. يلا شباب حطوا لنا لايك بسرعه، اريد نجلد. طبعا الشباب لازم نوصل الخط النهائي اللي تنتظرنا بها السيارة حتى نشرد من الزومبي. وواي لازم نفلت من عندهم، مو هاي السيارة، لا تخاف. اركب. وصلنا يا شباب. اوكي We just pulled into Dad's. We'll be here for now. حطيت لايك لو بعدكم. طبعا إذا عجبكم الصوت بالمايك حطوا قولوا لي بالتعليقات، إذا ما عجبكم أرجع على صوتي عادي. I've just had a little trouble with the truck, so I'm gonna be a little late. أوكي لفتمت، هو اللي يقول شو اسمه. أنا على قصباي المنطقة ما أعرف شو اسمها. ودزوا لي السيارة لأن الزومبي قاعد يلاحقوني، وبأي حالة راح أموت. دول الاثنين قاعد تشوفوهم، زوجته وبنته يريد يوصل لهم بس راح وقت. أوكي انتهت المهمة. طبعا بيها مهمات مثل درايفر، حالة درايفر. شلون حرام السيارات مو بمهمات؟ 50 مهمة، هذا ما ادري كيف فوق ال50. ان شاء الله راح اكملهم بعد عدة العاب وبعد كوما. اوكي ليفل 2، شوف شو حصلنا، شوف شو حصلنا شباب. نفتح الحقيبة. 50 كوينز. اوكي ليفل 3، طبعا بيه 5 نجمات. اذا تقتل زومبي اكثر وتجمع طلق يعطيه 5 نجوم، واذا يعني مبتدئ 2 نجوم. اكسر اللي هذا. مسدس وشتجن وطلقه، والله ناس عم يدارون اللعبه. اللي يريد رابط تحميلها حتلقوه بالوصف، على اندرويد وعلى الاي او اس اللي هو على ايفون. تاخذ جيجا ونص، وتحميلاتها يعني ملفها شلون ببجي بيها ملف، اذا تمسحوه بعد اللعبه ما تشتغل. اسمه هذا الملف ياخذ جيجا، نص جيجا، فيصير لو جيجتين
التحميل اللعبة لوقتين ونص. يعني هي أهم لعبة حلوة وتستاهل والله. هسه راح ندخل جيم ثاني. أوكي يلا أركض أركض أبو جواسم أبو جواسم يركض. طبعا اللي يقول ليش ما يشتغل مايك، مو ما يشتغل بس أنا بعده عن حلقي. لا لا ما يصير تقربوا له، إذا تقربوا له يقتلوا الشباب. ما عندي طلاق، عندي بس مسدس. اعبر طلع طلاق من المسدس. اركض ابو جواسم اركض. ابو جواسم الغالي ابو جواسم. لا مو عندي اي سلاح، بس لازم اركض ادور على طلق. طلق طلقي وينك الزومبي راح يقتلوني. ايه طلق طلقي وينك. قلت اغني. اوكي افلت افلت ابو جواسم، ما عندك ولا طلقه. اي وصلت الحمد لله. هو تلم. هاي بوي بوي من هذا الدورة. يقول تعال. اوكي طفيت المايك بصراحة شكله ما عجبني. اوكي يقول سمي نايم يو كامبير، يعني سمي الكلب. راح اسميه جوني. ادري جوني غلط بس غلس. هيلين how are you holding up? We're getting there. قلت ساعديني. خلاص تنطلق بهاي المرحلة أو هاي المهمة. Okay, I'll try. Thanks. I'm no good at this stuff. تقول له أوكي راح أدز لك المساعدة بأقرب وقت، وأنت بهاي المهمة سويت شيء زين وشيء بارع. أوكي خلصت المهمة. إن شاء الله بعد هذا المقطع ننزل تحشيش، لأن صار لنا هواي قاطعين على التحشيش بسبب الامتحانات. والله شباب بسبب القوة صورت جاي أقرأ. بس قلت أنتم تستاهلون، بس حطوا لنا لايك قبل ثري، بس حطوا لنا لايك شباب. 60 كوينز ما اعرف شنو كونز يعني فلوس. لا حطونا عليه نجمة وحدة. انا خلص طلق شنو؟ لا هاي اعلان. خلص طلق اعطيتونا نجمة انا حلت. اوه فلوس. لا اشتريت الاكل مال شلت. هذا راح يحارب ويانا جوني، هذا اسمي اللي حطيته جوني راح يحارب ويانا. يعني اذا خلص طلقي حظ الوحش من رقبته من طيبة قلبه من جوا رجله، عرفته بعد. اوكي اركض جوني اركض اركض، فان هي الحياة وين رحت؟ اركض. هلا والله قماص علي. اركض. لا الله اركض جون اركض اركض ف ابوك اركض. اقول لك شو هالشيء اللي صار عاوي.
اركض جوني اركض اسبق ايش قاعد عشان اركض 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 اي طلع 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 وقف لي جوني اركض هلا والله دوره طلع شد جوني اسبق اسبق اركض 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 ما لحقتني اركض 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 لا 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 اركض شباب خلنا نعلمكم طريقة إذا في زمكم الزومبي أظل تدوس على وجهي لا والله نسيت أقول لكم إذا كمشكم مسموح لكم مرة واحدة بس أوكي خلنا راح أعيد المرحلة شين سويت أنا معود أوكي طلاق جدا جميل متروس دم الزومبي اشترك سمير لا تغلس شفتك سمير شفتك سمير من يتابع ولا يتبطخ تجاوب التعليقات يتابعهم لايك and subscribe love it's your man اسبق الله عليكم يا الزومبي يا مقرفين اركض 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 الله لا يردك اركض 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 جوني اركض ولو انت كلب شريف ووفي اركض جوني دير بالك جوني يريد يعضك جوني مرة ثانية عضه من طيبة قلبه ولا التماتة ولا شيء من طيبة قلبه قل له عوج عافية جوني عافية عافية اي وصلنا يقول لي قاعد اشوف زومبي كثيرون في هذه المنطقة يقول لي جو ديز ما ادري is he bit Helen is dead bit جيز يقول لي لا ما اريد اروح ذاك المكان ما مستعد تسمع طويل شباب ذاك المكان اوكي زومبي هذا انا ميت بالطلق اوكي هاي اخر مرحلة ونشوف وين راح يروح حتى ننهي الفيديو ليفل 4 نصل ليفل 5 والله محمد قنبلة والله ما اعرف استعملها يلا بليفل 5 راح نعرف نستعمل قنابل اوه هذا هنا مفتاح لو تقل لي فتحتها لا 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 كذا اوه هذا اللي بعد لازم تشيل وياك هذا الاكل على مود الكلب مرات يوقف ويجوع لازم تطي من هاي مالت العظمة أول مرة أشوف عظم من البسكت والله يا ولد أي والله فتحتها شباب شمال 40 طلقة
نجربها. هي هي هلا 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 جوا هنا. اقول ليش ما يريد يروح لها؟ صعبه اي والله صدق صعبه. ما اشوف ايش يطلع لنا زومبي. موت جاي تضحكون علي. موت 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 بعد صار عند الرشاش. موت موت من الذين امنوا وعملوا صالحات. اوكي والله شكلي قاعد اقرا قران يا شباب. اوكي يا شباب الى انا قد انتهت حلقتنا البسيطه. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناه وفعل الجرس واكتب لنا تعليق حلو حتى نستمر. اقسم بالله هاي الزومبيه كمجتني سوت لي 300 كوينز. رشاشة جديدة شباب. لا يقول لي اشتري شو اسمه. انا ما ادري اصلا. يلا باي باي شباب، انتظرونا بالفيديو القادم. باي.